اللجنة بالمناسبة يعني بتواجه أزمة في الوقت الحالي في اختيار طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، لأنه النادي الأهلي طلب أن يكون مباراة الأهلي وبيراميدز طاقم تحكيم أجنبي. ليه هناك أزمة؟ بسبب انشغال حكام النخبة، الحكام الأفضل في القارة الأفريقية بالتواجد في مباريات في القارة الأوروبية، أنا آسف، في التواجد في بطولة الأمم الأوروبية اللي هي مقامة حاليا في ألمانيا زي ما حضراتكم عارفين، وبالمناسبة برضو كمان في كوبا أمريكا شغالة دلوقتي. باقي الحكام رايحين عقب نهاية السيزون، وهيبدأوا بقى الأيام اللي جاية دي مع بداية السيزون الجديد في كل العالم، يعني احنا بس اللي لسه ما خلصناش. فكل الناس واخدة راحة، بطولة أوروبا، بطولة أمم أوروبا اللي بتقام في ألمانيا، بطولة كوبا أمريكا اللي بتقام في أمريكا الجنوبية، وبالتالي عندك معظم الحكام النخبة مش هيكونوا موجودين. إيه اللي هيحصل؟ عشان كده اللجنة بتواجه أزمة كبيرة جدا في التفاوض مع طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مباريات الأهلي وبيراميدز. طيب عرفنا إيه هنا في البيت الكبير؟ طاقم تحكيم برتغالي قد يكون هو المكلف بإدارة هذه المباراة، ولكن ده إيه في حالة إيه؟ ده رأي برضو لجنة الحكام. في حالة أن طاقم التحكيم الأسباني اللي تم اختياره لمباراة القمة خاض المباراة، في حال أنها أقيمت في ميعادها، هيكون طاقم التحكيم لمباراة الأهلي وبيراميدز طاقم تحكيم برتغالي. طيب لو لم تلعب مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، بنسبة كبيرة جدا هيكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز هو نفسه طاقم تحكيم الأسباني اللي أعلن عنه صباح اليوم لإدارة مباراة القمة بقيادة الأسباني أليخاندرو مونيز. عموما دي المعلومات اللي عندنا هنا من داخل البيت الكبير، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القليله المقبله.